عليكم. السلام عليكم. كيداير سيدي؟ بخير صحيح. لاباس الله يحفظك. شنا عندك تبارك الله الغلم ديال بجعده هذه السلاله. ديال بجعده اخويا. اش تقولوا لهذه السلاله هذه؟ السلاله ديال لانوك. النحاسه. النحاسه. الغلم الصفراء معروفه بالغلم الصفراء. النحاسه. مزيان سيدي. الثمن كيداير الثمن ديالها؟ خويا عطينا فيها 29 واش تنقولوا لها 34. ردينا البال بحال السوق شويه طاح هاد الايام هذه. طاح من طاح دخلت هاد الغنم ديال الصبر اليوم. وين بنادم ما زعمش عليها باش يديها. لا ما زعمش عليها باش يديها. ما عارفش كي دايره الجوده ديالها. ما عارفش انا واكلها عارف الجوده ديالها. كي دايره الجوده ديالها؟ الجوده ديالها مليحه. ديال الصبر اليوم؟ ديال الصبر اليوم مليحه. دابا بقات ديال الاداره واش كيداير؟ مليح؟ مليح. بقات ديال الصبر اليوم بحال ديال ديال الاداره. يعني بلا ما يبقى يخلع فيهم لا ولا الصبر اليوم خايب لا والو. هو مليح حتى هي زينه مالها. تيعلفوا مزيان. بالعكس سارحه في الجبال. عندي 23 عام وانا في الطريق. عايشين حيت كاين الشتاء تما تقريبا. الحمد لله مالها عايشه في الربيع حتى تضربها في الربيع. بارك الله. والاثمنه ديالها قول لي هما اللي غادي يطيحوا الثمن دابا هادو ديال الصبر اليوم غادي يطيحوا الثمن. لا شراوها الناس. لا شراوها الناس. لا شراوها الناس. المدن الكبرى تقريبا راه عينين فيها. غيدخلوا عليها. المدن الكبرى غادي. هنا النواحي بني ملال وهذا الشيء عندهم. الله اعلم ما تمشاش. الله اعلم. موجوده. موجوده. خير موجود. ما قاعد عينك خير موجود. ثم كالسابة كيفاش عانيتوا هاد السنة هادي؟ السنة شوية الألف اللي غالي. الألف غالي. ما كاينش فيه الدعم. الدعم واش اللي عنده 500 راس يجيبوا لي يعطيو جوج خيشات ديال الزراعة، اش بغى من دعم هذا؟ هذا ماشي دعم. حنا مدعمين وانا ما كاين لا دعم لا والو. حتى انتم كتحاولوا شوية تعاونوا مع الدراويش راكم راه ما يحس الدراويش. باش غادي خمسة خمسة دراهم الألف كنخو على الزراعة الزراعة ضربت الستة دراهم. واش نظرك انت السوق باقي غيطيح ولا غيزيد يطلع؟ الله اعلم ما نقدرش نقول. كمقارنه انت راك مقارنه تنقول انا غادي يبقى مزيان بحالك. غادي يبقى مزيان. ما غيطلع ما يهبط. ما يطلع ما يهبط غادي يبقى مزيان بحالك. بارك الله عليك. انت راه كاين الغلم ديال الصبر اليوم دخلات يعني اللي بغى يعين بها والو يعقد الا كان شي سومه حنينه من الله راه يعقد مال. كاين الثمن اللي كيقولوا دابا 42000 اللي كاينه فيهم ياك مزيانه 42 ماشي هي 92 يعني الانسان يعين يعقد والجوده راه هضروا الناس قال كاينه شي جوده. الله 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 يكون خير يكون خير. الله عليك. الله يحفظك. ما تقلقش ان شاء الله غادي تعين تعين بخير وغاتمشي ناشط ويدوز العيد. الله يحفظك. خدام ولا انا باغي نبيع عندك المهم. كاين الثمن الان؟ كاين الثمن. كاين الثمن؟ كاين الثمن. العبوره تاع ديال 90 راه 28 30 الحواله راه كاينه اللي جايه فيه 30 30 30 في جاب الحولي العلفه خالي غالي. وهاني كي غنديروا دابا ولكن شفت الكسابه الله يهديهم راه كاين اللي ما تيقنعش. العلف راه كاين اللي ما تيقنعش. حنا بغينا كلشي شوف تكون واحد شويه القناعه ونعاونوا بعضياتنا في هذا العيد. متحدوا راه باين الانسان عامل حالته داك اللي يجي يشري من عندك غتشوف حالته كي دايره واش قادر ولا ما قادرش وتعاونوا وغتحس حتى براسك انك داك الخروف بحال صدقتيه واخا راك تتواكل فيه كاين دابا داك الكساب اللي تيقول لك باغي نربح انا 2000 درهم في الخروف. واش المشكله شنو هي؟ المشكله هي الكسابه تيبيعوا بواحد الثمن ودوك الشناقه تيضوبلوا الثمن. دونك الشناقه اللي دايرين المشكل. راه فضيحه راه دايرين فضيحه دايرين هذوك الشناقه. كاين ربعه الخلفان دابا ربعه الحواله باعوهم مثلا ب 65 تيطلبوا لهم هما 80 وشكون اللي عطاهم 80؟ حتى واحد ما عطاهم حتى واحد. كنهضر لك على الشناق اللي كيجي كيشري الخروف بواحد الثمن وتيزيد فيه 1500 درهم هنا فين راه ماشي ودابا انت بغيتي تشنق الله يسخر لك انت تنقولوا تترزق راه كاين شناقه اللي ترزقوا شويه دي واحد واقف فيه حتى واحد 100 درهم ولا 3000 الله يسخر لك حلالا طيبا عاوتاني باش دير واحد الثمن وتبداو تكذبوا على الناس. لا والو لا يعني الله يكون في العوان وصافي. لا اله الا الله وصافي. وتبارك الله عليك انت ذاك السبت حتى الله يسخر لك تبيع يدك الميمات. لا باقيين ما بعناهم حتى العرفه ان شاء الله بحول الله. عاد تبيع تبارك الله عليك الله يسخر لك الامور. ديوري